وحماتا مقالة ده هرقي ساسي وين لوغو حسي لباتن كافيبر وري او سند والبال حسو دلن يردي كو غيريو تي كون سقال بقول اللبي يسيديتن كي لباتن كي فيبر ولي مالنتي دقع تور كا وعنا مناسبة داسي سوق بنقابية دلال دلن يرد السومالي عني سونيو وعنا كاقيب قلي مناسبة داسي حبنا كتر سن قولها وزير رده هقان كدلال دل سونيو قار كمي دلن يرد دوكزية ده سراء مقالة ده هرقي سا وقرينا وحال كاسي هذا الكسو تشيدي قدومي هذا الله دا صنيو ايقو سوق من قابية مناسبة داني مانتا سياد عمر علي وحا فرحبنا واه انقو اه دلال دي صنيو اسكودن انا مانتا حسن قيمة هلا كسو قيم قادنا مانتا واه هيد مالتا دا قطورك دل يردي مجاهدين تي نفتو دا كواهي الله هون حارستو اهلا دو دي اقرابة دا سبيريا منابا كسيو وحا كلون اتع سينا يا لمان اهلا دا ايا صحابتا اقرابة دا dadkii shalay ku waxyo loobay ama ku geeriyooday falkii wax shinimada lahaa sidoo kalena wax halkaasii hadal ka soo jeedisay kaltuun haaji daahir oo kamid ahayd ardadii waqtigaasi iyagu ku jirtay dhagax tuurka isla markaana sheegtay in loo soo celiyo milgihii iyo sharafti ay maalintani lahayd si weyn loo xuso maanta waa 20 February waa maalin qiimo badan aan laakiin waan qabatsanahay anigu waxaan leeyahay 20 February الله سوء علي قيمة هاي الهيد حسك اللي هان شرطين هالا سيو بيرتي حرية دينا ديف اللوغو نقضا بيرتي حرية دي اللي سوي من شري ما ها هال كان ميل لباتن كي فيبر وري اوي مكالبا مناسبة دو الله يسكو داري اللوغو حسو وحن عطانا يا ان قيمة هاي اللي هذا هاي اللي سيو لباتن كي فيبر وري اقبا قبا دينا وحا مناسبة دا سي سوء قنان دي وزيرك وسارة دلن يردي عيارها سومالي لان علي سعيد الرايقل تنكي فيبر وري او اه maalintii dhalinyaradii ufo ee ka dhiidhiday dhibtii dalka iyo dadka Soomaaliland haysatay isla markaana aynu ugu magac daray inay noqoto maalintaasi maalinta dhalinyarada Soomaaliland maadaama ay kuwaasina dhalinyaro ahaayeen dhalinyaradina ay u baahan tahay maalin la xuso taariikh leh waxaynu xusnoo qaadanay 20ka February inay noqoto maalin aynu dabaaldegno maalin aynu weynayno عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هرقيسه